واصلت يد الإنسانية الكويتية تقديم السند للأشقاء في قطاع غزة، حيث شرعت لجنة زكاة الدرج ضمن حملة الكويت بجانبكم في تنفيذ مشروع التدخل الإغاثي الطارئ لمكافحة فيروس كورونا المستجد. المساعدات الكويتية العاجلة جاءت لتخفيف معاناة 4000 أسرة فقيرة ومحتاجة تضررت نتيجة حصار الاحتلال الإسرائيلي على القطاع مع تفشي وباء كورونا. على امتداد البصر ينتشر العطاء الكويتي، فبتمويل سخي من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية وضمن حملة الكويت بجانبكم، شرعت لجنة زكاة الدرج في قطاع غزة بتنفيذ مشروع التدخل الإغاثي الطارئ لمكافحة فيروس كورونا، والذي جاء استمرارا لسلسلة برامج إغاثية نفذتها الهيئة واستهدفت آلاف الأسر المتضررة والمتعففة والتي تعيش ظروفا إنسانية صعبة. يأتي هذا المشروع بدعم من الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بدولة الكويت الشقيقة تحت مشروع التدخل العاجل لمواجهة وباء وتفشي وباء كورونا. يأتي هذا المشروع لمساعدة ما يزيد على 4000 أسرة فقيرة ومحتاجة تضررت نتيجة هذا الحصار الموجود على قطاع غزة، وزاد من معاناة هذا القطاع تفشي هذا الوباء. هذه المساعدات الكويتية العاجلة كان لها الأثر الكبير في تخفيف العبء الموجود على وزارة التنمية الاجتماعية، فمنذ بداية أزمة جائحة كورونا وهناك أزمة تعاني منها الوزارة في توفير متطلبات المحجورين والتي تتفاقم مع ازدياد أعداد المصابين بالفيروس، حيث عبرت وزارة التنمية الاجتماعية عن شكرها العميق لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا، مشيدة بكرم وأصالة الشعب الكويتي ومؤسساته الداعمة دوما للفلسطينيين. الكويت لها باع طويلة في المساعدات لقطاع غزة، وقدمت مشاريع متعددة لا تحصى صراحة في مختلف القطاعات الإنسانية والإغاثية والإنشائية والصحة والتعليم. لذلك نحن ننتهز هذه الفرصة لنقدم الشكر الجزيل والعميق إلى أمير الكويت وإلى دولة الكويت وإلى شعب الكويت على هذه اليد البيضاء التي لم تتوقف عن تقديم المساعدة والعون إلى أهلنا في قطاع غزة. جهود كبيرة تبذلها دولة الكويت في دعم الفلسطينيين ومساندتهم، مسيرة عطاء تمتد منذ عقود وما زالت أبواب الخير مفتوحة، خير يتجسد على أرض الواقع وتنطق به ألسنة الفلسطينيين وقلوبهم. وستتفاقم أزمة فيروس كورونا وتراجع الأوضاع الإنسانية داخل قطاع غزة، المشروع الإغاثي الكويتي الطارئ سيكون له بالغ الأثر على الأسر الفلسطينية. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة، فلسطين.